يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. عباد الله، ولا ليال كلمتين وحا أي كوكو بنتهي تأملات في سورة الشرح أو الأصول السعادة في سورة الشرح. هنا نسير دلتاقنا سورة ذهك قابا أي قرآن كريم كامت كميدة شرح هذا يا وحيابها لقفة هذه السنة. سورة ذوي كابن تاعي ودورك سورة ذوي كابن بكتر تا قرآن كريم كا لكن مو جيدا يا معناها يا حنبار سنتي ووي سعادة أما قوشة أما الليبانت أما فرحتة ما لها أصل كواها لقى سوقات إي قندي قوا طبعا كم إذا بيشرح يسا سورة داس وسورة الليلة ألم نشرح أو سورة الشرح. شيء الله يقان السعادة ده. أما نرش معانا ونكسن أدون كنا إنه كنا الله إلى إسبال قوة ذر هذه نية ده كان إسلام كهين مالك للدوام بكبارين قاربا وحي كر هذهين إشباع الغرائس للنفس باهيها النفط إلا درقيه هذا الكا هنقولوا جيدا همد جيدا داوشادا دقيسيغا دالحيسكا ودبتنا الأرض كلبا ماشي نفتو أي دانين ايسو بداها اللي استول تاقايا بياه كايماها اللي قلايا شمبراها تشيغ تشيغ له رولكا عقاران لتاقو وح بدانو نفتو أيو باهان تاي إن لغا درقيابا لإسكو دير نرش الراحة لأي السعادة دين لغا راديو تتكلم بجمع المال حولها إلا ورورية. وأين السعادة؟ نرشا ونكسنا لبادي دون أي حاجة كترتها طبعا كم إذا أصوش وحيابا قنديقة والسعادة هي نرشا معان أدوني آخرة بلقوها لأيو سورة الشرح بها إلهي وكت المعامل نبي قول هاي كلها اللي يا سورة نعموين كسيين ووشيقية لكن إننا نوين لن لينح ووحي السعادة كوها لي رسولك إنه نوين كوها لينا وهي رسول الأمة بوها صلى الله عليه وسلم وحي لهاي قرآن كولاها الله إنه نوين كولاها إلهي باوحو لألم نشرح لك صدرك ميانا اللابتا ذا أبالار ميانا اللابتا ذا بالار نبدأ إلهي ووحي وناكسن إيا فرحدي آنا نواسعين أصل كوه رأي لك فإذا يوحوي أن السعادة من الله تعالى وهي خلق من خلقي سعادة إلهي باكيان الله جهلا عد كلا لقى مرة هذه يوم بركا وحو ربي وقوم من نشك السعادة هي نرش فرحة له هي الله بتاع ضب الله رتي أدكتي أنا كسيه بإلهي وأنه هو أضحك وأبكى ويقفك فرحة يا إلهي باك فرحة قفك أوه يا إلهي باك أوه هي نحد انتي فرحة الله بضب يسقاك أنا marka ciidda laga sugeeyo laga baray laga raajacaya nolosha macaan iyo farxadda way saga asalka labaad ee ilaahay uu sheegay waxa weey alam nashrah laka sadrak saadadu waa sadrigi laabta qalbigay saadadu fariisata qasnadana maaha aqligana maaha jirkana maaha xubnaha tarankana maaha laakiin fi sadr laabta ayaa ilaahay u dajiyaayo saadada qofka u dhiga way ma kasadrigan iyo laabtan aayadu ay sheegtay quraanku isaga isfasiraya waa quluubta fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur marka qofku hasifeeyo laabtiisa si uu saacado helo yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim marka qalbiga caafimaadka qaba ayaa saacadada helaya laakin qofka qalbigiisu uu madow yahay saacado ma helayo marka qalbiga waasiceen ku siiyay ayaa saacadadii ku dhigay baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقلبك يحصل يا إلهي وتلمامي تانا إنو قفك كبرا ركسنا ذو قلبك سإنتو علي كرو صفين كرو إنو كد ذالو يسيء سعادة ذو هلو أصل كسد حادو حويا ترك الخطايا والذنوب من أصول السعادة داد سعادة دونيس مجتمع دوني داد كدوني وانا اسكد ايان دمبيا لكن داد الله كدر كوكا عن صيرا فاسقينه فاجرينه إلهي عاصي ايا وان إلهي كأمر قادين السعادة ويكررت وإلهي باوحر ووضعنا عنك وزرك وحانو كادتشيني دمبيا كعسليني دمبيا بانو كادين دمبيا هوريا كيد دمبيا إلهي وكارداف dambiga laga dhaafo waxa sabab u noqonaya adigu horta iska deeyso marka qofkii kolka uu caas yahay saacada meelay laakiin markuu ilaahay caabudayo sida ilaahay baa ugu mana sheegtay nabiga kaleey salaatu wasalaam saacadu helaya marka arintaasina inay ku baraarugsanaan aad bay muhiim u tahay marka inoo nolol horumarsan oo qiimo badan ka doonayno ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo mujtamaa iyo dawladda iyo dadka iyo dhaqaalaha iyo dalka dhinac walba leh waa in waxa caasinimada la ilaahay alla ka fogaanshaha iyo duruubta lala dagaalamo oo laga soo horjeesado asalka afraad waxa weeyaan raf'u dhikri wa husnu dhikr fil aakhirin aw al baaqin qofka inuu ilaahay sumcad siiyo ilaahay agtiisa iyo umadda agteeda adduunku maaha kaydka laakiin waa amaanta wanaagsan ee ummadaha ilaahay uu ku dhex dhigay iyo qabuulka qof walba qiimihiisu wuxuu yahay inta qabuulkiisu yahay إلهي وأقبل أمضنا يا قبش وآيات إلهي ورفعنا لك ذكرك شرفت هذه بانو كرقاتنا أوانو كسر ريسينا ومد لحديدة أمام بات كل هذا قال هذا كوا منصفين تاهي عدالة الشيقاء عالم كإنو كوكا يهي النبي محمد عليه الصلاة والسلام عدة أمان تلا أهي قران كوا ذا وحقرا قارب دانو كمدين ورفعنا لك ذكرك سيدا سولها النبي الله إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الاخرين الهي امده هيغا دنبيه اماني دحدق او ميدكا ايديسن انا نكون الهي نو اقبل و خلو وجعلنا لهم لسان صدق عليا نبي ابراهيم يينا مدي سي اسحاق يا يعقوب امان في عن بان امده دنبيه او ريبن دد بدني waxay ku ordayaan inay kursiga ka helaan magaca kursiga ka helaan manfaca iyo maalka laakiin waxaynu arkayna malaayiin shifaa تصلي عليه صلى الله عليه وسلم انت اسو مليون او دبنود با مر ولبا كصلي رسول صلى الله عليه وسلم كوين ان كو حسابتنا قفكو انت وادونك جوغو ور وناغسن انو كتوغو كل واري مايه تاسو دد بدن ما انت قلد اي كفهمينو قفكو ورنيا وحا دونتا اسك سمي وحا دونتا فل او وادونيس قادو marka magaca inuu qofku ka jiro iyo sharaftuna aad bay u qiimo badantay sida ilaahay ugu mana sheegtay nabiga kaleey salaatu wasalaam asalka lixaad waxa weeye cilmu insani bi anna ma'a al-usri yusra wa inna qana'allaha nasaynu saada wa hello oo inuu ku qaracsanahay adduunkani dibkiisuna joogta maaha dheeftiisuna joogta maaha wa meel dadka lagu imtixaano laakiin markasta oo dhibaato ay kugu timaado dheefti ilaahay baa soo socotay ogow إلهي باب حرف فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا مركو عسري نبات أيتمادو حتى يسر بات شريء أقو با إلهي استاذ رادد بأحد أعلام السلف وحولها تابعين تنمد كمد أبوها أصحاب تنمد كمد لن يغلب عسر واحد يسرين كذيد قريه لبفرج كما أتكاضو مركو إلهي نباتك قريه لبرنا يفوت بصوضا marka taasina waa mid aynu ku qanacsanahay oo qanaacada noocaas markaad hayso ee aad leedahay dhibka maanta ku haya ilaahay baa jira farajki ilaahay baa soo socda farajki ilaahay baa dhow ee ducaysanayso dadaalayso taasina saacadada ka qaybtay qofka kalena balaayada ku dhacdaba kama soo haraba asalka lixaad waxa weeyaan fa inna ma'a al-usri yusra fa inna ma'a erayga ma'a laga faa'iideysanaya وحويان ما من يسر إلا ومعه العسر إلا ما من عسر إلا معه اليسر نباتذو مركا اتماعدو نفت إلهي يفرجك إلهي كمهرأي وكوحي قابا وكوحي قابا وهي معية إلهي وشاقب مركو نبكو يمادر نفتنا وكوحي رسنتا بإلهي
maalmaha ay kugu adagtay buu faraj kuna kugu dhaw yahay. Ari asalka kala way, asalka toddobaadaynu ka faa'iideysanayna waxa weeyaan ما جعل الله عسرا إلا جعل له يسرين. صدح سيود باللغة فايدة السنة يا جملة ذا متكرر كسر نغلط. مركو إلى هاي دباتك يا نو دف تويل لبن لابنت والرحمة إلى هاي الضوام هون نحري سنة يوم. وإن كردا سال جف فايدة السنة يا أريج عسرنا اللي بتشير بول هاي سعلي سقى معرفها كيونا. أريج نصر يسرنا اللي بتشير بوصان هذا سقى نكرها كلا دون. ka waxay haday dhibaato ku haysto ku tala galo dheefti ilahay way laba laabanti badiil buu ilahay ku siinaya faraj buu ku siinaya ajri buu ku qoraya sabir baad ku helaysa marka taana inuu qofku ogaado oo ku tala galo way laakiin aanu oranin maanta hadii lagu helay way ku dhamaatay qofka muslimka ay dhibka inuu ka macaashay abu ogi marka saacadadii buu helaya oo iska raaxaysanaya wixii dhacaba uu ka ducaysanaya oo iska weheshanaya oo sabraya usuusha waxa kamida la buda أن نستثمر الفراغ بالخير. كان إسك أينه هينه. إن أينه خير كوقف إذا يسنه سعادة ذي كمت. إلى هاي بروح فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت مرك كان إسيالات فانصب تعب قل. وفراغ إيف قعم بنانان تا إيف فرصدة هذا الشيء. هكو قادن وح بلا معناها إسك عيارة. إيه وقت قلت له هذا وان دمينا يا وان لمينا يا. كداتها. لكن وحول لي لهاي مركات قعم بنانا تيت شانس شو تعب قل وتعب صميه مرك فراغ قدت كسيدة وقف فائدة استانية قعم بنانا تودة أي فائدة ذو وكل بضت أدوية يا أخي ربا هذا درك تأو مد مرك أي شانس تران أصحاب البطالة بلا معنى كل نور الدنيا أخيرا بدنا بمهر مران نبينا عليه الصلاة والسلام وحول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ومد الله بنعمه إلى هاي وسي إن بدنا كم يدي هو كله جوين وفراغ أي تانس كأي هاي استانية كعم بنانا أنتو ده أنا مشغول سنين يعافماتك قفك هو عافمات قضاء ما عذر سنة عديري يكو مسوق نديق لكن هو عافمات باي لهاي وسي ما أنا مشغول سنة لبدا النعمة إن بدنا ودتك كم يدي هو كله جوين بقول النبي الله عليه الصلاة والسلام آيات مركا وحي نوت الماميسا قفكو مركو سعيد نقونا يلي بانا فراغي سوح في عانو قفايد إستاد أصل كالسقالة دو حويا من أسباب السعادة أو من أصول السعادة العبادة قفكو ينو ألا عابد أيو وأصوش اللغة هلو سعادة دي نرشا ونعيس وقفك عابد كاكي عاسقا صو شيقنا كاساوح هلية سعادة يلي بان جنادة آخرين تانو هلين بو جنادة الدنيا دا سيقليا marka waa la caabudaya qof naftiisa deganaansho helaysa nolosha ilaahay u barakeynaya subhana wa taala iyo waxa uu hayaba farxad buu ku noolaanaya marka dad caasiinihi ma helaan shayga la yiraahdo nolosha wanaagsan iyo saahoraba inu soo aragnay iyo farxada waa ilaahay wuxuu fansab fa idha faragta fansab nafsab kuwam wa taab daru taab ba la yiraahdo halka waa halkii laga sii shaqeysanay laga tabacay si raaxada dambe iyo jannada loo helo ابن تيمية رحمه الله وحولها من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة شندنا الدنيا ذا قف كان سيجلين شندنا آخرة نما قالوا شندنا الدنيا ذا وامحي ومعانك عبادة ذا أي نكسو الرمين ما لين تدوي أرنت طبنا ذا أصوش السعادة ذا سورة آية المان توحويا الإخلاص من أصول السعادة طاعة نماذا يني السمانتا يا أذيقو آي كام مقانتا اسم قشينتا يستس نماذو يينا العدك لا أكتون إذا أنا إله أجن أرن كاسنا وحأو كانا نص شذا يينا رش معام بكانا مرك قف بقف كأو كإخلاص بدن أو كدا عدسيا أو كنيد وناكسيا هاي سعاد وهلايا نلا الفرح له تك إن بدن وح عريري كو أبو رأوه بالبك وما أرجع أو حاجي لما أجانين به مرك سعي لي عرو قاضية لأن لو عد ضعيف أبو استصيا لكن قفكم مركو كو قنع سين وإلهي أركي سبحانه وتعالى إلهي نوح نولتش يدو نلاشي سراحة هليس نشاعر باوح لي ولست أرى السعادة جمع مالي ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى المزيد حول الله أروري أنا قوما أركب السعادة الله كعبسك قفك أهل كوابا سعيدا كيد وين با إلهي أكتي سويا الله قفك إلهي كعبسنا سبحانه وتعالى يد أراد waxay ku soo ururineyna arrinka maanta tooshka loo siito ee dad badan u laayahay raaxada adduunyada
وحا آيادا سورة سي عطي سيكوباني طبان كام ميلود أما طبان كام مستر إن لغا قادن كرو شيء الله يقارن نولوش ونكسن معان الراحة دعي إلهي بينو برين آينو نوافتشيو أو نقو هانونيو أو إنو سهلو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة الأنبياء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم مبتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم إني اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.